بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن الباتريز. نتكلم طبعا دي احد محاضرات الباتريز بصفه عامه. كنا بنتكلم عن الانستوليشن والاوبريشن والترابل شوتينج الخاصه بالباتريز. طبعا بفكر الناس في البطاريات بمصطلح مهم جدا اللي هو الاس او سي، يعني الناس اللي شغاله في البطاريات هتلاقي دايما الاختصار ده. طب ببساطه الاختصار ده معناه ايه؟ ده معناه الـ State of Charge، يعني حالة شحن البطارية، تمام؟ طيب، وفي عندي رمز تاني الـ DOD، Depth of Discharge، يبقى أنا في عندي حالة Charging شحن، وفي عندي حالة Discharging تفريغ. طبعًا البطارية بيبقى لها الحالتين، يعني أنا لو بصيت على البطارية اللي على اليسار دي، هلاقي الـ SOC 100%، يعني البطارية دي حالة الشحن بتاعتها 100%. طب والديبس اوف ديسشارج؟ لا، بتبقى صفر، تمام، يعني هي ما عندهاش حاله تفريغ، دلوقتي مشحونه. طيب الحاله الثانيه دي، والله انا بقول البطاريه شايف تحت كده الاخضر ده، هي مشحونه 20% وفاضي منها، تمام، 80%. يبقى الستيت اوف تشارج 20% اللي هو المشحون اللي تحت ده، والفاضي 80%. طيب لو المشحون 65% يبقى الستيت اوف تشارج تمام اللي هو ال 65، والديبس اوف ديس تشارج 35. لو البطاريه فضيت تمام تماما، فضيت تماما 100%، يبقى الديبس اوف ديس تشارج 100%. يبقى تاني في البطاريات يا شباب في اختصارين او مصطلحين مهمين جدا بيتكرروا معانا في كل الكورس بتاع البطاريات، اللي هو الستيت اوف تشارج الاس او سي والديبس اوف ديس تشارج. طبعا انا النهارده هكلمكم على بطاريه بنستخدمها كتير في المنظومات الطاقه الشمسيه من شركه ليوتش، تمام. طبعا ليوتش باتري هنبدا نشوف دلوقتي انهي موديل هنشتغل عليه ونشوف الشغل بتاعه بالتفصيل. لو احنا فتحنا الداتا شيت الخاصه باحد البطاريات من شركه ليوتش، تمام، هنلاقي في موديل اسمه BLH بلس سي، ده بيور ليد كربون. الموديل ده هنبدا نشوف هنحمل الداتا شيت دي ازاي من شركه ليوتش بالتفصيل، وبعدين نبدا نشوف والله الموديل ده انهي واحد وايه اللي موجود. يبقى انا عايزك بس بي ال اتش بلس سي، ده الموديل بتاعي، تمام. بيور ليد ده مصنوع من الكربون الرصاص النقي. طبعا هنا البطاريه دي اللي هنشتغل عليها، الموديل اللي قدامنا 12 فولت 190 امبير اور، 190 امبير اور، ودي الكباستي الخاصه بالبطاريه، وده الجهد المفروض، جهد التشغيل الخاص بالبطاريه. طيب انا عايز ابدا اشوف القصه دي اعمل ايه ببساطه عشان اشوف السبيكس الخاصه او السبيسيفيكيشن الخاصه بالبطاريه، تمام. كل اللي اعمله هروح جوجل وهكتب ليوتش، تمام، باتري، ليوتش باتري، تمام. هتلاقي ليوتش باتري ليهم الموقع بتاع ليوتش، تمام، ليوتش باتري بيبدأ يحمل معاك الموقع. طبعا ده فيه كل المنتجات الخاصة بشركة ليوتش. طبعا انا هنا بدخل على البرودكتس الخاصة بليوتش، الاقي عندهم في بطاريات، تمام، الاي جي ام، تمام، في بطاريات الفلودد فلات بليت بانواعها المختلفه، طبعا في السيريس اللي هو ليد كربون اي جي ام، وفي ليد كربون ال سي. طبعا احنا بندور على بي ال اتش بلس سي زي ما احنا قلنا، تمام، دي كل البطاريات اللي معروضه عنهم. لو احنا بصينا هنا كده هنشوف باقي البطاريات بحيث نقدر نشوف البطارية بتاعتنا، اليوتش ليثيوم ايون او الليثيوم 12 فولت. طبعا دي كل الموديلات من الشركة. احنا البطارية بتاعتنا بيور ليد كربون، بيور ليد كربون اللي هشتغل عليها دلوقتي. هيحمل عندي بيور ليد كربون، دي البطارية اللي احنا هنبدأ نشوف الداتا شيت الخاصة بالبطارية، وهو جايب لي في السايت، تمام، الـ
السبيسيفيكيشنز او السبيكس الخاصه بالبطاريه. انا عندي ليوتش زي ما قلنا 190 امبير اور، ادور اهو ادي في عندي زي ما قلنا بي ال اتش بلس سي، ده الموديل بتاعها 190 امبير اور او 190 اف تي، ده الموديل الخاص بالبطاريه. هنشوف بقى كل السبيكس الخاصه بالبطاريه دي من خلال البارامترز المكتوبه اللي احنا هنبدا نشرحها دلوقتي واحده واحده بالتفصيل. طبعا لو رجعنا للبي دي اف يبقى البي ال اتش بلس سي بيور ليد كربون، خلاص يبقى احنا عشان نوصل للبطاريه دي عملنا ايه تاني؟ بيور ليد كربون هتلاقيها منتشره في السوق زي ما قلنا كده، هتروح لليوتش باتري تمام، تدخل على البرودكتس المنتجات بتاعتهم هتلاقي كل البرودكتس، بطاريات مستخدمه في الطاقه الشمسيه، بطاريات يو بي اسات، بطاريات مختلفه. انا عايز البطاريه دي اللي اسمها ايه بيور ليد كربون، هتلاقي البطاريات الخاصه بالبيور ليد كربون تحت، هتضغط هنا على البيور ليد كربون هيجيب لك البيور ليد كربون تمام، اللوتش بيور ليد كربون باتريز اهو البي ال اتش بلس سي سيريز، يبقى ده الموديل او البراند اللي مكتوب على اللوتش تمام، ده الموديل بتاعها. هنبدا نشوف ايه اليوتش دي وايه المواصفات الخاصه بهذه البطاريه لما احنا هنشوفها دلوقتي تمام، وادي السبيكس موجوده هنشوفها في الداتا شيت. طبعا لو بصينا زي اي مصنع بيحط طبعا اللوجو بتاع اليوتش باتري تمام، والسيريس او الموديل بتاع البطاريه ونوع البطاريه بيور ليد كربون تمام، والبطاريه دي 190 امبير اور الكباستي والجهد بتاعها الخاص بهذه البطاريه 12 فولت. طبعا احنا لو بصينا على البطاريه هنشوف البطاريه كده من فوق كده، بصينا عليها هتبقى بالشكل ده، الطرفين البوزيتيف والنيجاتيف الخاصين بالبطاريه، ده جسم البطاريه، ده الجزء اللي انا بمسك منه البطاريه او الخاص بالتعليق، ده اللي اوت. لو انا بصيت كده سايد فيو هلاقي الشكل ده اللي قدامي اللي هو هنا زي ما هو واضح قدام حضراتكم في الصوره تمام. وبعد كده لو بصيت اليفيشن، طبعا ده لو انا ممكن اخد ده مثلا اليفيشن اللي هو الامامي ابص كده يبقى ده السايد فيو بتاعي، وده ابص من فوق كده البلان اللي هو موجود عندي، والجزء بتاع الدايمنشنز الخاص بابعاد البطاريه عشان تبقى عارف طول وعرض وتخانه البطاريه. طبعا حته مهمه جدا دايما بنشوف الطول والعرض والارتفاع عشان نقدر نشوف حجم البطاريه ونشوف وزن البطاريه او الويت الخاص بالبطاريه. زي ما شفنا هنا الريتد فولتج دي مهمه جدا، ان انا بشتغل على البطاريات دي 12 فولت، البطاريات دي 12 فولت، في عندي بعد كده زي ما احنا شايفين كده النومينال كاباستي، النومينال كاباستي اللي هي السعه، طبعا السعه هنا 190 امبير اور، ده اللي بيبقى الناس كلها العاديه بتعرفه، انه يقول لك البطاريه دي 12 فولت 190 امبير اور الكباستي او سعه البطاريه 190 امبير ساعه تمام. النومينال كاباستي طبعا زي ما احنا هنشوف كده في الكيرفات يقول لك والله هنا لو احنا كبرنا الجزئيه دي كده كاتب لك ايه بقى؟ كاتب لك هنا سي 10 سي 10 لما يكون الجهد 1.8 فولت للخليه، يعني كل سيل في البطاريه الجهد بتاعها 1.8، هنشوف سي 10 ده او الكباستي عند 10 ساعه تمام، و8 ساعه اللي هي بيكون الجهد 1.75 فولت لكل سيل، بيديني برده في الحاله بتاعه ال10 وال8 190 امبير اور، 190 امبير اور هنشوف ده في الكيرفات تحت. طبعا بعد ما شفنا النومينال كاباستي، والكاباستي هي اهم حاجه عندي، النومينال كاباستي كام امبير اور، طبعا بعد كده بيديني زي ما شفنا كده تمام الابعاد بتاعتي، اللينس الطول 519 بلس 1 اهي تمام بالملي، والويتس اللي هو العرض، والكونتينر هايت الارتفاع بتاعي، والتوتال التوتال هايت. يبقى هو كده اداني الدايمنشنز الابعاد عشان ابقى عارف طول وعرض وتخانه البطاريه، مهم جدا ابقى عارف البطاريه دي وزنها كام. تسال حد البطاريه دي كام يقول لك والله البطاريه دي كلها 50 كيلو 10 كيلو 30 كيلو، يبقى لازم يجيب من الداتا شيت الوزن بحيث لو انا بعمل ستاند او بركب عليه مجموعه بطاريات ابقى عارف الاوزان اللي انا هركبها دي. تقريبا
58 كيلو او بالظبط 57.6 كيلو جرام، مهم جدا. التيرمينال ام 8، التيرمينال بتاعتها توصيلة الاطراف، تمام، النوع بتاعها ام 8. بعدين الكونتينر ماتيريال، ده الكونتينر ماتيريال مصنوع من البي سي اي بي اس فليم ريتد جير، والكفر من اليو ال 94 في زيرو، ده الماتيريال اللي مصنوع منه جسم البطاريه، تمام. بعد كده الريتد كاباسيتي، دايما احنا بناخد عن درجه حراره 25 درجه سيليزياس، ده اللي هو الريتد بيحصل عندها، وبناء على درجه الحراره دي بنبدا نشوف والله البطاريه لما تكون هي المفروض 190 امبير اور، لما يكون عندي 10 اور وتطلع 19 امبير، تمام، وبيبقى جهد الخليه الواحده 1.8 فولت للسلك. طيب الجهد ده لو نزل شويه ب 1.75، طيب 1.75 ده حسب ديبند على عدد الساعات اللي انا بشتغل عليها، انا مثلا بشتغل على 8 ساعات والجهد 1.75، هنا بشتغل على 5 ساعات او 3 ساعات والجهد 1.75، بتتغير قيمه الامبير وبالتالي قيمه البطاريه او ادائها، تمام. بتلاقي الكباستي بتقل، يعني انا جايب البطاريه 190 امبير اور ماشي لما تكون عن زي ما قلنا 10 اور و8 اور، هنا طبعا من 190 دي بتقل طبعا بتبقى 167 في الخمس ساعات، والامبير بتاعها يبقى 33.4 لما يكون جهد الخليه 1.75، وبعد كده بيبقى 132 امبير اور و101 امبير اور بناء على طبعا مثبت هنا التمبريتشر، وبيتغير معايا التيار بناء على جهد السيل وعدد الساعات. الماكسيمم ديسشارج كارنت اعلى تيار، تمام، تفريغ مهم جدا. ماكسيمم ديسشارج كارنت كام امبير؟ 2280، والرقم ده مهم جدا، اعلى تيار تفريغ، اعلى تيار تفريغ، تمام. طيب الانترنال ريسيستنس، المقاومه الداخليه للبطاريه، تقريبا 3 اوم متر، تمام، لما تكون فولي تشارجد او مشحونه 100%. يبقى المقاومه الداخليه لو انا بدخل البارامترز دي على برنامج البي في سيست مثلا عشان ادخل الانترنال ريسيستنس الخاصه بالبطاريه، اقصى ريسيستنس او انترنال ريسيستنس بتبقى 3 متر اوم او 3 عفوا ملي 3 ملي اوم، تمام. والاوبريتنج تمبريتشر رينج في حاله الديسشارج، حاله التفريغ، بتبقى من سالب 40 لحد 65، والرقم ده مهم جدا انت تبقى عارف اعلى واقل قيمه لدرجه الحراره او درجه حراره التشغيل في اثناء التفريغ، توصل لحد عادي اكسبتد من سالب 40 لحد 65، في التشارجنج اخرها طبعا من 0 ل 40، والستورج في حالات التخزين من سالب 20 ل 40. القيم دي مهمه جدا. النومينال اوبريتنج تمبريتشر رينج، طبعا النومينال انا باخد عند 25 وبلس ماينس 3 سيليزيوس، هي دي النومينال بتاعتي. الماكسيمم تشارجنج كارنت 57، اعلى تيار للشحن. يبقى خلي بالك في ماكسيمم مهم جدا يا شباب، ماكسيمم تشارجنج كارنت وماكسيمم ديس تشارجنج كارنت. اعلى تيار تفريغ 2280 واعلى تشارجنج كارنت 57 امبير. طبعا هنا في التشارج فولتج في حاله الثلاث حالات الرئيسيين لاي بطاريه، الفلوت والتمبريتشر. في حاله الفلوتنج طبعا هنا بتبقى 13.62 فولت في حاله الفلوتنج، والتمبريتشر كوفيشنت سالب 3 ملي فولت لكل سيل لكل درجه حراره، ده التمبريتشر كوفيشنت او معاملات زياده درجه الحراره، تمام، على وتاثيرها على كل خليه لكل درجه حراره. وبعد كده في حاله الايكولايزيشن بيكون درجة او بيكون الجهد من 14.1 ل 14.4 تقريبا، ده الجهد في حالة الايكولايزيشن. في حالة طبعا التشارج فولتج، الافكت اوف تمبريتشر تو كاباسيتي، طبعا ده تأثير درجة الحرارة، لما تكون عند 40 بتوصل الكاباسيتي 103%، لما بتكون عند درجة حرارة 25 طبعا ده النومينال بتكون 100%، ولما بتكون درجة حرارة صفر بتكون الكاباسيتي 86%. طبعا هنا بيكلمني على السيلف ديسشارجنج، وحته مهمه جدا لازم اشوف البطاريات يا شباب اتصنعت امتى، لان البطاريه لو انا سبتها فتره من غير ما اكون بشحنها او بفرغها هي بيحصل فيها خاصيه
تفريغ الذاتي او سيلف ديس تشارجنج. فهو بيتكلم هنا بيقول لك الموديل ده اللي هو بي ال اتش بلس سي سيريس باتريز كان بي ستورد اب تو، ممكن اخزنها لحد 24 شهر بس يكون التخزين عند درجه حراره 25 درجه سيليزيوس. فور هاير تمبريتشرز ذا تايم انترفال ويل بي شورت، طبعا المسافه هتبقى لما تكون درجه الحراره اعلى بتكون المسافه اللي اقدر او الزمن اللي اقدر اخزن فيه الاقل. الباتري نيدز تو بي جيفن افريشنج تشارج وين اللي بنسميه الاوبن سيركت فولتج ابروتش بيوصل 2.1 من 10 فولت للخليه، اور وين الماكسيمم شورتج تايم از ريتشد، اي منهما طبعا هيحصل الاول. تمام، فهنا بيكلمني على الجزئيه دي تاخد بالك منها السيلف ديس تشارجنج، واقدر اشوف البطاريه تقدر تستحمل او تتخزن لفترات كام حسب طبعا ظروف كل بطاريه. دايما بنلاقي القيم دي بتبقى اشوف بقى عمليه الكونستانت كارنت ديس تشارج، دي مهمه جدا. الكونستانت كارنت ديس تشارج لما يكون عندي عند عمليه تفريغ عند امبير معين، طبعا عند كل القراءات دي متاخده عند درجه حراره 25، فانا بلاقي هنا يا شباب دي حته مهمه جدا، بلاقي الفولت للخليه كام. يعني مثلا عند 1.85 فولت للسيل باخد القراءات دي، عند 1.8 من 10، 1.75، 1.7 من 10، 1.67، 1.6 من 10 فولت لكل سيل. طبعا هنا بيديني التايم بالمينت او بالاور، فهنا عندي عند 10 دقائق بيكون الجهد 1.85، بيكون التيار 271 ونص امبير. خلي بالك يعني ده القيم دي كلها اللي تحت دي قيم الامبيرات. طيب لو انا عند 20 دقيقة هتلاقي الامبير بدأ يقل معايا، لو انا فرغت تمام خلال ساعتين تفريغ بطيء هتلاقي الامبير قل اكتر، لو انا فرغت خلال 10 ساعات ودي حته مهمه جدا اللي هي 8 تمام و10 مهم جدا الرقمين دول، بلاقي عندي عند 22 و7 من 10 امبير و18 و9 من 10 اللي هي تقريبا يا شباب اللي هي اللي احنا بنقول عليها تمام اللي هي 19 امبير. فهنا برضو عندي لو الجهد بتاعي 1.8 من 10 تمام بيكون الـ الامبير في حالة العشر ساعات تمام 19 تقريبا، طبعا في حالة الثمانية اور بيكون 23.4 من 10 عند جهد 1.8 من 10. يبقى ده الكونستانت كارنت ديس تشارج، تمام كونستانت كارنت ديس تشارج اللي هو تيار التفريغ عند درجة حرارة 25 حسب مدة التفريغ. تمام، بعد كده الكونستانت باور ديس تشارج دي بيدي لك قيمه الباور ديس تشارج او كل سيل بيبقى عليها باور مقدارها كام وات في عدد الساعات اللي احنا بنشتغل عليها. هتلاقي نفس الارقام هنا 10 مينت 15 20 30 وهكذا لحد 20 اور. هنا الجهود 1.85 1.8 1.75 1.7 1.67 1.6 نفس القيم، بس هنا بشتغل عليها كايه كباور، اما فوق بشتغل عليها ك كرنت. طبعا هنا بيديني اللوج باتري في الابلكيشن، وده حته مهمه جدا. ناس كتيرة جدا يقول لك والله البطاريه دي بتستخدم في السيارات، البطاريه دي بتستخدم في الرينيوبل انرجي، البطاريه دي بتوصل مع يو بي اس. لازم انا اشوف الابلكيشنز المستخدمه فيها هذه البطاريه، منها الباك اب باور بتستخدم كباك اب تمام، الجريد كونكتد انرجي ستورج في حاله الجريد كونكتد، والاوف جريد انرجي ستورج سيستم. يبقى مهم جدا انا عرفت خلاص ان هي بتستخدم في الجريد كونكتد وتستخدم في الاوف جريد، طبعا برضه تستخدم في الديماند تشارج ريدكشن والتايم اوف يوز بيل مانجمنت، ده كله استخداماتها. انا اللي يهمني ان هي بتستخدم في الاون جريد وفي حاله الاوف جريد في نظامنا او في شغلنا في الطاقه الشمسيه. ايه هي خصائصها؟ هاي انرجي دينستي، الكثافه بتاعتها بتاعت الطاقه عاليه، لو انترنال ريسيستنس زي ما قلنا بتوصل 3 مللي، والسيلف ديسشارج ريت بتاعها صغير، التشارجنج اكسبتنس مقبوله بتوصل 1.5 اور ل 90% ستيت اوف تشارج، حاله الشحن توصل 90% في 1.5 ساعه. طبعا سوبر هاي بي اس او سي، زي ما قلنا اس او سي معناها ستيت اوف تشارج، فالبي هنا معناها بارشال ستيت اوف تشارج سايكل لايف، دي بتبقى سوبر هاي. البارشال او الجزء بتاع حاله الشحن بتاعها بيبقى
عالي. طبعا البطاريات مهمة جدا، تشوف هي واخدة انهي شهادات، واخدة الايزو يا شباب زي ما قلنا في فيديو سابق 9001 و18001 و14001 مهم. بعدين بنبدأ نشوف الكيرفات الخاصة بالبطارية، الديسشارج كاركترستكس. الديسشارج كاركترستكس طبعا دي عملية الديسشارج تايم بالساعات، يبقى انا عايز اشوف خلال كام ساعة تمام بعمل عملية تفريغ. ببدأ اهو ده المحور الافقي اللي هو بالساعات الخاص بالديسشارج تايم، ممكن ادي نص ساعة وادي ساعة ساعتين 5 ساعات 10 ساعات لحد تمام 100 ساعة او 120 ساعة حسب القيم اللي انا بدرسها هنا على المحور الرقمي. فوق بيديني التيرمينال فولتج، قيمة الجهد زي ما قلنا الجهد البطارية 12 فولت. طبعا في حالات ان هي بتشحن في نص ساعة بيبقى الجهد مثلا 11.8، في حالة ان هي والله بتشحن في الكيرف الثاني ده 12 فولت، في حالة ان هي بتشحن 12.6 لحد تقوم بتشحن مثلا سي 13 فولت، وبيديني شكل الكيرف مع عدد الساعات. فده الديسشارج تايم مع التيرمينال فولتج، حالة الجهد بتاع البطارية مع التفريغ. هنا التمبريتشر ان ريليشن تو الكباستي، هنا الكباستي كام في المية السعة بتاعة البطارية ودرجة الحرارة زي ما احنا شايفين تمام عند 25 تقريبا. هنا كل الكيرفات عند النقطة دي كده تمام، عند النقطة دي اهي هنا بتبقى عند 25 كل الكيرفات، سواء كانت في ساعة 5 ساعات 10 ساعات بتلتقي هنا عند 25. دي النومينال طبعا قبل القيمة دي بتبقى في قيم مختلفة للكباسيتي، عند ساعة بتبقى مثلا 35% وهكذا. وهنا طبعا لما تزيد درجة الحرارة بتبقى عندي الكباسيتي تمام عند 25 تقريبا بتكون 100%. بعد كده في كيرف اللي هو بيسموه السايكل لايف والديبس اوف ديسشارج، الدي او دي زي ما قلنا الديبس اوف ديسشارجنج عمق التفريغ. فانا لو بصيت والله انا لو فرغت لحد 20% ممكن تعمل سايكل لايف لحد مثلا 4500 سايكل، اقدر افضي واشغل تاني 4500 سايكل. لو انا والله عملت 40 ديبس اوف ديسشارج فضيت البطارية لحد 40% ممكن هتشتغل اقل طبعا 2800 سايكل. لو انا والله فضيت لحد 70% يعني 70% منها فاضي على طول كده بفضي 70% واخلي 30% بس مليان، ممكن تعمل معايا 1500 او 1300 سايكل لايف ويحصل فيها مشاكل البطاريه. بعد كده الاستورج تايم بالمانس زي ما قلنا ممكن اخزنها لحد 24 شهر تمام، والريميننج كاباستي او القدره المتبقيه حسب طبعا هنا والله عندي درجات حراره زي الاحمر مثلا عند 40 عند 30 عند 25 عند 10، بالتالي اقدر اشوف السيلف ديسشارج كاركترستكس. دايما بتبقى عباره عن الستورج تايم بالشهور والكباستي الخاصه بالبطاريه. فزي ما احنا شفنا كده الداتا شيت الخاصه باللوج باتري داتا شيت بسيطه جدا، في ناس كتيره جدا بتهتم بس ان هو ياخد قيمه الجهد، بياخد قيمه الكباسيتي او القدره الخاصه بهذه البطاريه عند جهد معين لكل خليه تمام، ده بيسميها النومينال كباسيتي. بياخد طبعا الابعاد عشان يبقى عارف حجم البطاريه وارتفاعها والكلام ده، الريتد كباسيتي اللي هي تقريبا 190، كله طبعا مهشوف حسب الكيرفات اللي احنا شفناها تحت دي، عند ساعه وثلاث ساعات وخمس ساعات وثمان ساعات وعشر ساعات وهكذا. بيديني طبعا اقصى تيار في حاله التفريغ هنا الماكسيموم ديسشارج كارنت كان 2280 امبير، والماكسيموم تشارجنج كارنت كان 57 امبير. القيم دي مهمه جدا، شوف تاثير درجه الحراره على البطاريه، وده عامل مهم جدا وبالذات في الدول اللي بتبقى درجه الحراره بتاعتها عاليه. هنا بقى ده الكونستانت كارنت ديسشارج الموجود للبطاريه اللي احنا مختارينها والكونستانت باور ديسشارج. بعد كده في عندك الكاركترستكس او الفيتشرز الخاصه بالبطاريه، مهم جدا تشوف البطاريه واخده انهي ايزو واخده ايه شهادات، لازم تشوف الابلكيشن وتاكد ان البطاريه دي بتشتغل في حالات الطاقه الشمسيه بتاعتنا زي الاون جريد والاوف جريد. ممكن تكون بطاريه شغاله يو بي اس بس، ممكن بطاريه شغاله للتليكوم، فالكاركترستكس بتختلف من بطاريه للتانيه. طبعا الكيرفات دي بتبقى في معظم البطاريات، لازم تلاقي شكل الكيرفات دي، سيلف ديسشارج اللايف سايكل بتاع البطاريه وديسشارج كاركترستكس لكل ساعه مع الزمن،
وتأثير التمبريتشر على الكباستي الخاصة بالبطارية. طبعا زي ما قلنا هتروح تلاقي البيور ليد اسيد في الموقع لوتش باتري، وتدخل تشوف الموديل اللي انت محتاجه، وتقدر تحمل الداتا شيت وتحمل السبيكس زي ما انت حابب. طبعا انا بشكركم في الفيديو ده على ان الناس يعني ان شاء الله تكون استفادت من الجزء الخاص بالداتا شيت الخاص ببطاريات اللوتش باتري. ولو في اي استفسار خاص بالبطارية دي او اي تفاصيل اخرى، انا ان شاء الله في استعداد تام للاجابة عن اي اسئلة خاصة بالبطاريات، واشوفكم في محاضرات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.